الرحيم، معكم باشمهندس محمد عادل البطل. ان شاء الله ده توتوريال رقم 6 بنتكلم فيه عن الانترسكشنز. خلينا نبدا كده. اول حاجه في الانترسكشنز، ايه هو اصلا مبدئيا ايه الانترسكشن؟ ده بيقول لك اذا ان اريا شيرد باي تو اور مور رودز. يعني ايه اريا شيرد باي تو اور مور رودز؟ تخيل ان انت عندك طريقين، ادي ده طريق وده طريق، الطريقين دول بيتقاطعوا. طالما الطريقين او طريق كده وطريق تاني كده، طرق بتتقاطع، نتيجه ان الطرق دي بتتقاطع بيبقى عندي انترسكشن. الانترسكشن ده ايه وظيفته؟ ان هو بيالاو التشينج اوف رود دايركشن، بمعنى ان خلينا نتخيل ان انا عندي طريقين بالمنظر ده. ده مبدئيا بنسميه فور ليج انترسكشن. انا عندي عربيات جايه في الاتجاه ده، وعربيات جايه في الاتجاه ده، وعربيات رايحه كده، وعربيات جايه كده. كل عربيه من دول، كل اتجاه عندي بيبقى ليه 3 حركات. بمعنى الاتجاه ده مثلا، ده بيبقى فيه عربيات عايزة تكمل على طول، ده بنسميه through direction اللي هو اللي مكمل على طول، وفي جزء منهم عايز يروح شمال ويكمل مع دول، وجزء منهم عايز يروح يمين كده ايه ويمشي مع العربيات اللي كانت جاية هنا أصلا. كل اتجاه بيبقى بيخرج منه 3 حركات، حاجة اسمها through، حاجة اسمها right، حاجة اسمها left. ده برضو نفس الكلام، ثرو عايز يكمل على طول، جزء منه عايز يدخل رايت اللي هو يجي كده ويدخل مع دول كده، جزء منه عايز ايه، عايز يدخل شمال ان هو وهو هنا هيروح جاي كده. فكل اتجاه بيبقى ليه 3 حركات. ده في الايه، في اي انترسكشن. مبدئيا احنا الانترسكشنز عندي نوعين منها، حاجه اسمها اد جريد وحاجه اسمها جريد سيبريتد. ايه الاد جريد؟ الاد جريد ده اللي هو على نفس الليفل، على نفس الليفل يعني تقاطع مثلا اشاره في وسط البلد، في الشرقيه، في معرفش، الاشارات اللي هي على مستوى الطريق نفسه دي سبب بنسميها اد جريد. الجريد سيبريتد دي ان هي بتبقى على ليفلين مختلفين. يعني ايه على ليفلين مختلفين؟ يعني مثلا تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، ده جريد سيبريتد. ليه؟ لانه على تو ليفلز ايه مختلفين. طب ايه وظيفه المين فانكشن بتاع الانترسكشن؟ ان هو بيقلو ان انا ايه اغير الرود ايه دايركشن. انا عندي 3 حاجات. انا اتفقنا ان انا مثلا لو ان انا وليكن عندي انترسكشن حاجه ايه بالمنظر ده، اتفقت من شويه ان انا ايه، ودي ده اتجاه ودي ده الاتجاه اللي جاي، ده اتجاه رايح كده وده مثلا اتجاه راجع كده. حلو. كل اتجاه من دول ليه 3 حركات. اتفقنا ان في حركه اللي هي سلو اللي هو مكمل على طول، وفي عربيات من ماشيه في الاتجاه ده محتاجه ان هي تروح يمين هتروح كده، وفي عربيات من اللي برضه ماشيه في الاتجاه ده محتاجه تروح شمال هتمشي كده. حلو، جميل جدا. عندنا بقى احنا كده اتفقنا ان كل اتجاه ليه 3 حركات. يعني اصلا كان في عربيات ماشيه كده وفي عربيات جايه كده. الاتجاه ده هندرسه. لما اجي ادرس الاتجاه ده، الاتجاه ده لما العربيات اللي راحت يمين عملت ايه مع العربيات اللي في الاتجاه ده؟ عملت معاها حاجه اسمها ميرج. فوليكن ان رمز الميرج هو المربع، فخلاص يبقى عملت ميرج، يبقى انا عرفت ان دول ايه عملوا ميرج فعملت مربع هنا. طب الاتجاه ده ان لما راح شمال كده مع العربيات اللي الاتجاه ده لما راح يمين كده عمل ميرج مع العربيات اللي هي اللي ماشيه رايحه في الاتجاه ده. طب وعمل ايه مع العربيات اللي ماشيه من هنا؟ مش هو خرج، يعني العربيات اللي هتروح يمين دي مش خرجت عن الاتجاه بتاعها، فبتعمل حاجه اسمها دايفيرج. وليكن ان الدايفيرج ده علامته مثلا مثلث، فانا عملته مثلث. تمام. يعني اذا العربيه اللي راحت كده دي عملت دايفيرج من الاتجاه بتاعها كده، اللي هو يعني عملت دايفيرج من الاتجاه ده، خرجت من الاتجاه بتاعها وعملت ميرج مع اتجاه تاني. طب جزء من العربيات برضو اللي هنا راح شمال، اللي راح شمال ده عمل ايه هنا؟ عمل دايفيرج فرحت عامل مثلث، وعمل ميرج مع الاتجاه ده فرحت عامل هنا ايه مربع. تمام. الحاجات دي بنسميها كونفليكت بوينتس. يعني ايه كونفليكت بوينتس؟ يعني نقط بيحصل فيها كونفليكت، سواء ان انا هعمل دايفيرج، ادي ده اتجاه، اي اتجاه حركه خرجت منه عربيه او بعدت عنه ده اسمه دايفيرجنج. اتجاه ضم على اتجاه تاني اللي هو زي مثلا الاتجاه ده اللي هنا ده لما ده هيروح له ده اسمه ايه ميرجنج. اخر حاجه كروسنج، ان اتجاهين معاكسين بعض، يعني الاتجاه ده مثلا
والاتجاه ده اللي هو طالع فوق ده ايه؟ ده كروسنج. حلو دوت ايه؟ دي كونفليكت بوينتس اللي موجوده على الانترسكشن. ممكن مثلا يعني ممكن مثلا خلينا ايه ناخد سؤال بيقول لك الكونفليكت بوينتس at a four leg intersection كده. يعني ايه four leg intersection؟ انت عرفت ان عندك four leg، ادي leg التانية التالتة الرابعة. حلو هو بيقول لك no crossing. يعني no crossing يعني في جزيرة هنا مثلا منع ان العربيات اللي ماشية في اللي ماشية في جزيرة هنا منع العربيات اللي ماشية في الاتجاه ده ان هي تعمل crossing، ولا اللي ماشية في الاتجاه ده ان هي تعمل crossing. حلو بيقول لك no left turn. يعني اذا العربيات اللي هي انا عندي عربيات رايحه كده وعربيات جايه كده وعربيات مثلا وليكن طالعه فوق كده وعربيات نازله تحت كده، خد بالك بقى هو بيقول لك نو ليفت تيرن. طب تعالى نمسك كل اتجاه لوحده. يعني اللي طالع اللي فوق ده مفيش شمال، هو كده مش عارف يدخل شمال لان في جزيره واكيد مش هيدخل عكس، فالاتجاه ده هيروح جاي كده مع الاتجاه ده اللي هو ده اتجاه العربية اللي هنا لما ضمت مع الاتجاه ده عملت حاجة اسمها ايه؟ اسمها ميرج. فروحت عامل ايه؟ مربع هنا لان هي عملت ميرج. طب العربية اللي راحت يمين دي عن الاتجاه ده اليمين ده يعتبر ايه؟ يعتبر دايفيرج. فروحت عامل مثلث. جميل جدا كده درست ايه؟ ده درست اتجاه. تعال ندرس الحركة هنا. ده يا مكمل على طول يا اما ايه؟ يا اما رايح يمين. جميل اللي هيروح يمين ده من الاتجاه اللي على طول طالما راح يمين يبقى عمل ايه؟ عمل ايه؟ دايفيرج. حلو عمل دايفيرج عن الاتجاه ده. طب هل في عربيات اصلا جايه هنا؟ مفيش، يبقى مفيش ميرج عشان كده ما عملتش ميرج. جميل جدا. طب تعال نشوف، تعال ندرس مثلا الفلو اللي ماشي كده. الفلو اللي ماشي كده هو ده مكمل على طول. اللي مكمل على طول ده ممكن يدخل يمين كده صح؟ لو دخل يمين كده يبقى عمل ايه؟ لو دخل يمين كده يبقى عمل من هنا عمل دايفيرج فاروح حاطط مثلث. طب هل هو هنا بيعمل ميرجنج ومفيش عربيات اصلا ماشيه هنا فمفيش ميرجنج. حلو جميل. بعد كده الاتجاه اللي هو اللي نازل كده اللي نازل ده العربيات دي هتعمل ايه؟ هتروح ضمه مع العربيات اللي هي اللي اوريدي ماشيه كده. طالما ضمت معاها يبقى هتعمل ايه؟ هتعمل والاتجاه ده لما ده ضم على ده انا عملت مربع اللي هو معناه ان في ميرج. هل هنا في دايفيرج؟ لا ما عنديش هنا دايفيرج. يعني بص هنا مش حاطط اي علامات ليه؟ لان ما فيش فلو مثلا مكمل على طول. يعني لو كان عندي فلو مكمل على طول وفلو راح داخل منه يمين ده معناه ان في النقطه دي يبقى في دايفيرج، لكن هنا مفيش دايفيرج. يعني هنا مثلا اللي هو هنا مثلا لو في حاجه مكمله على طول هعمل علامه الدايفيرج، لكن انا هنا ما عنديش حاجه مكمله على طول لان في جزيره فخلاص يبقى ما عنديش دايفيرج. كل اللي يهمني في مساله زي كده ان انت تعرف لي الكونفليكت بوينتس. ببساطه انا خلاص عرفت ادي ده اتجاه اتجاه وادي ده الاتجاهين دول واللي دخل يمين خلاص حددت الميرجنج والدايفيرجنج اعدهم بس. ادي واحد اتنين دول اتنين ميرج واتنين دايفرج يبقى التوتال كونفليكت بوينتس باربعة. تعال ناخد اكزامبل تاني. بيقول لك هنا عندك ايه؟ عندك 3 ليج انترسكشن ان عندك 3 ليج. ادي دي بنسميها كلها ليج وادي التانية وادي التالتة. حلو 3 رجلين يعتبر. بيقول لك نو ليفت تيرن وان ال 3 ليج دي مفيش ليفت تيرن. يعني العربيات اللي جايه من هنا مش هتعرف تدخل شمال كده، ده معناه ان في جزيره في النص فحاطين جزيره. هل الموضوع بكل بساطه الاتجاه اللي فوق ده هل ده يقدر ينزل تحت او يجي تحت؟ ما يقدرش خلاص ده مكمل ما فيش حاجه بتعمل له كونفليكت. الاتجاه اللي هو اللي طالع من هنا ده هيعمل ايه؟ ميرج مع الاتجاه ده فعملت ايه؟ علامه الميرج. طب وده اصلا في عربيات منه هتدخل يمين، العربيات من اللي جايه كده هتدخل يمين فدي تعتبر بتعمل ايه؟ دايفيرج عن الاتجاه ده لان في الاتجاه اللي جاي كده. طب ليه هنا عملت علامه الدايفيرج ان الاتجاه اللي جاي كده في عربيات هتكمل على طول في عربيات هتدخل منها ايه يمين فلذلك عملت ايه علامه ايه الدايفيرج. التوتال كونفليكت بوينتس ايه باتنين حاجه زي كده. دي فور ليج انترسكشن ادي ليج الثانيه الثالثه الرابعه. ركز معايا بقى تعالى نمسك مثلا الاتجاه اللي هو اللي جاي كده ده.
الاتجاه اللي جاي كده، في عربيات هتكمل على طول، في عربيات هتدخل يمين، في عربيات هتدخل شمال. العربيات اللي جاي كده، العربيات اللي هتدخل منها يمين عملت علامة ايه؟ عملت علامة الدايفيرج اللي هو المربع، وعملت علامة دايفيرج تانية لأن في جزء من العربيات هيدخل شمال، يعني في جزء، يعني العربيات اللي ماشية على طول في جزء هيدخل منها يمين عملت علامة دايفيرج، في جزء ما هيدخل شمال عملت علامة دايفيرج تانية. بعد كده الجزء ده هيضم مع الطريق ده فيبقى ميرج، فعملت علامة ميرج، واللي هنا ده هيضم مع الاتجاه ده فعملت له علامة ميرج. كده أنا درست إيه؟ درست اتجاه واحد. تعالى بقى ايه نمسك بيت الاتجاهات، مثلا نمسك الاتجاه ده، جزء هيكمل على طول، جزء هيدخل يمين، جزء هيدخل شمال، فلذلك عملت علامتين دايفيرج لان في جزء هيروح يمين وجزء هيروح شمال، واللي راح يمين عملت له علامة ميرج، واللي راح شمال عملت له علامة ميرج. وتبتدي تدرس ايه؟ تدرس التقاطع ككل. انا هنا مثلا ده فور ليج انترسكشن ومسموح بكل الحركات فيه، فبقى عندي 16 كروسنج، ان في 16 كروسنج، الدوائر اللي هي الحاجات، الدوائر دي جت اصلا نتيجه ايه؟ ان العربيات اللي داخله مثلا كده هتتقاطع مع مثلا وليكن العربيات اللي داخله كده، يعني مش في الاتجاه ده، في عربيات هنا تدخل شمال مع العربيات اللي هتدخل هنا شمال، تقاطع مثلا، ادي ده تقاطع في نقطه اهي، حلو؟ العربيات اللي هتدخل شمال كده مع العربيات اللي مكملة على طول، ادي تقاطع في نقطة اهي، العربيات اللي هتدخل شمال كده مع العربيات اللي داخلة شمال كده، تقاطع في نقطة اهي، العربيات اللي هتدخل شمال كده مع العربيات اللي جاية على طول، تقاطع في نقطة اهي. فانت بترسم الرسمة وتحدد كل الحاجات اللي عليها، يعني سواء الكروسنج او الدايفيرج او الميرج، بتحدد كل الكونفليكت بوينتس اللي هي اللي ممكن تتوجد على ايه، على الرسمة اللي موجودة عندك. طب تعالى بقى ايه ناخد اكزامبل نشوف الدنيا دي بتيجي ازاي. بيقول لك هنا ايه، an unsignalized T section with actionalized left turn lanes and shared through and right turns using a suitable diagram determine the possible conflict point. هو بيقول لك ان انت عندك T section، ال T section ده مسموح بيه يدخل شمال او يدخل يمين او يكمل على طول، حلو، عايزك تحدد لي الكونفليكت بوينتس البوسيبل. تعالى بقى ايه بالراحه كده نشوف حاجه زي كده هنحلها ازاي. اول حاجه هو بيقولك انت عندك ايه، تي سكشن، تعال نرسم، ادي ده ايه، ادي دوت بكل بساطه، دوت ايه التي انترسكشن. طب التي انترسكشن ده ايه الاتجاهات المسموحه في؟ اتجاه عربيات هيبقى رايح كده، اتجاه عربيات هيبقى جاي كده، وفي اتجاه هيبقى طالع من يعني جاي من تحت وطالع، وفي اتجاه هيبقى نازل، ده طالع وده نازل بالراحة كده. تعال نمسك اتجاه اتجاه ونشوف، تعال ندرس مثلا وليكن ده أول اتجاه، الاتجاه ده في جزء من العربيات اللي ماشية كده وليكن مثلا، خلينا ندي مسميات الميرج، وليكن إن الميرج مثلا هتديله الساين اللي أنت عايز تديها للميرج. احنا كده كده الساينز دي بمزاجنا احنا، يعني احنا اللي بنعمل الساينز ونحطها على اي حاجه احنا عايزينها. وليكن مثلا هقول ان اي ميرج هديله علامه اكس، وليكن هقول ما لا وليكن مثلا ان انا هقول الميرج هديله علامه الدايره، تمام، والدايفيرج هديله علامه الاكس، والانترسكشن هديله مثلا علامه المربع بالراحة كده. دلوقتي الاتجاه ده العربيات اللي هي طالعة فوق، في جزء منها ايه البوسيبل دايركشن؟ ان هي كده ما ينفعش تكمل على طول، مش تمشي تخبط في الطريق، ما ينفعش، ففي جزء منها هيروح ايه؟ رايح يمين. الجزء اللي راح يمين ده عمل ايه هنا؟ عمل دايفيرج، هروح اعمل علامة اكس يعني، تمام؟ ولما راح هنا عمل ميرج، هروح اعمل دايرة. ده كده الجزء اللي راح يمين. طب وفي جزء تاني من هنا ايه اللي حصل؟ هيروح شمال. الجزء اللي راح شمال ده اهو، وراح رايح شمال، لما وصل هنا هو عمل ميرج. طب ولما خرج من ده عمل ايه؟ عمل دايفيرج، حلو.
وخد بالك من حاجة تانية، هو وهو لما مشي كده هو قطع الاتجاه اللي كان ماشي، فعمل هنا ايه؟ انترسكشن. كده احنا يعتبر درسنا ايه؟ اتجاه. تعالى ناخد اتجاه تاني وندرسه، وليكن الاتجاه مثلا اللي هو ده، ده مثلا جزء من العربيات هيروح يمين، اللي راح يمين ده عمل هنا دايفرج، وعمل هنا ايه؟ وعمل هنا عند النقطة دي ميرج. طب جميل، يعني ده يا هيروح يمين يا هيكمل على طول، راح يمين عمل دايفرج وميرج وكمل على طول ما فيهاش مشكلة. طب ايه تاني كده؟ درست ده ودرست ده، ندرس انهي تاني؟ تعالى مثلا ندرس اللي جاي كده، اللي جاي كده ده يا هيكمل على طول يا اما ممكن ايه، يا اما ممكن بدل ما يكمل على طول يدخل ايه، يدخل شمال زي كده. اللي دخل شمال ده عمل هنا ايه؟ عمل هنا دايفرج، وعمل هنا مع الاتجاه ده انترسكشن، وعمل هنا مع الاتجاه ده انترسكشن، صح؟ ولما جه هنا عمل ايه؟ عمل ميرج. بس يا دوبك انا كده، انا هل في اتجاه تاني؟ الاتجاه ده مثلا انا ده درسته اللي هو حركته، وده درسته وده درسته وده درسته، خلاص ما في اي بوسبل، اي بوسبل دايركشنز ممكن تيجي تاني؟ ما فيش. خلاص تعالى بقى نعد الكونفليكت بوينتس، ادي 1 2 3 4، يبقى انا عندي 4 دايفرج، وعندي 1 2 3 انترسكشن، وعندي 3 انترسكشن، وعندي قد ايه ميرج؟ 1 2 3 4، وعندي ايه؟ 4 ميرج. يبقى انا عندي التوتال كونفليكت بوينت 11 كونفليكت بوينت. بس ده الموضوع ببساطة، وده الطريقة اللي ممكن تتسأل بيها حاجة زي كده. بعد كده بنتكلم عن التايبز اوف انترسكشن ايه كنترول، ايه انواع الانترسكشن كنترول. انا عندي يا اما يعني انا وانا عندي انترسكشن اقدر اكنترول اي تقاطع، تقاطع مثلا حاجه بالمنظر ده اقدر اكنترول التقاطع ده ازاي؟ يا اما احط يلد ساين، يا اما احط ستوب ساين، يا اما مالتي واي ستوب ساين، يا اما حاجه اسمها انترسكشن شانلايزيشن، يا اما ترافيك سيجنالز. ايه اليلد ساين؟ اليلد ساين اللي هي العلامه دي، العلامه دي بحطها امتى؟ تخيل معايا ادي ده طريق وبيقطعه طريق تاني، حلو؟ الطريق ده مهم جدا، حلو؟ الطريق ده اقل اهميه، بروح حاطط، اجي هنا عند قبل التقاطع بحاجه بسيطه احط هنا اليلد ساين. طالما انا حطيت اليلد ساين ده معناه ان الطريق ده اقل اهميه. طب يعني ايه الطريق ده اقل اهميه؟ يعني اي واحد جاي في الطريق ده ما بيدخلش تقاطع على طول، لا بيهدي، يبص الطريق ده، يبص ان ما فيش عربيات جايه في الطريق ده وما فيش عربيات ماشيه، ويروح بعد كده ايه داخل. لكن بالنسبه للطريق المهم، الطريق المهم مكمل، الفلو بتاعه ماشي على طول ما بيقفش لانه معلوش يلد ساين. طب دي اليلد ساين. ايه الستوب ساين؟ الستوب ساين ده ان انا لو جيت على الطريق ده مثلا وحطيت هنا ستوب ساين، ايه معنى الستوب ساين؟ ده معناه ان انت وانت جاي تيجي عند النقطه دي تقف، تقف خالص، تمام، وتبص في التقاطع. بعد ما تقف خالص وتبص في التقاطع وتتاكد ان مفيش حد جاي، تبتدي تتحرك وتاخد اتجاهك. طب حد هيقول لي طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اليلد انت ماشي بتهدي قبل التقاطع وتاخد اتجاهك، يعني تهدي تتاكد ان مفيش حد جاي وتاخد اتجاه. طب ايه الستوب؟ لا الستوب انت وانت ماشي لو ماشي على سرعه 50 60 حتى، لازم تيجي عند علامه الستوب او علامه التقاطع وسرعتك توصل للصفر، تقف تماما وبعد كده تبتدي تتحرك. طب ايه المالتي واي ستوب ساين؟ المالتي واي ستوب ساين ده وليكن ده طريق مثلا فور ليج حاجه بالمنظر ده. مالتي واي ستوب ساين ان في ستوب ساين مثلا هنا وستوب ساين هنا وستوب ساين هنا وستوب ساين هنا، ده معناه ايه؟ معناه ان كل واحد العربيه مثلا، في عربيه جايه، العربيه مجرد ما جت هنا تقف سرعتها توصل للزيرو بعد كده تبتدي تتحرك. طب عربيه بعديها جت هنا تقف سرعتها توصل للزيرو وبعد كده تتحرك، هنا تقف للزيرو وتبدا تتحرك، هنا تقف للزيرو وتبدا تتحرك. ده معناه ان ما فيش عربيه تقدر تدخل على التقاطع من غير ما تكون وقفت عند الستوب ساين وسرعتها وصلت للزيرو وبعد كده بدات تتحرك. الانترسكشن شانلايزيشن ده مش عندنا السمستر ده، نتكلم عليه بعدين. الترافيك سيجنالز ده اللي هو ايه؟ الاشاره الضوئيه، ان انا اللي هنتكلم عليه ان انا ازاي اصمم الترافيك سيجنال دي. ما
مبدئيا احنا شغلنا السنة دي بنتكلم الترافيك سيجنال اللي احنا شغالين عليها السنة دي، احنا بنتكلم على حاجة اسمها isolated intersection. يعني ايه isolated intersection؟ دلوقتي انت لو ماشي على طريق، والطريق ده مثلا وليكن ادي ده طريق في تقاطع اهو، وبعد كده في تقاطع تاني مثلا، احنا المفروض التقاطعات دي بتبقى مرتبطة ببعضها، يعني التقاطع ده والتقاطع ده السيجنالز اللي انا حاططها هنا، الاشارات الضوئية اللي انا حاططها هنا مرتبطة بالاشارات اللي موجودة هنا. لكن احنا شغلنا السنة دي بنعتبر ان احنا ماسكين تقاطع واحد بندرسه، ملناش دعوة بالتقاطعات اللي قبليه او بعديه. في شوية تعريفات هنتكلم عنها، شوية تعريفات دي مهمة، يعني هي دي اللي هتفتح الموضوع اكتر. عندنا حاجة اسمها السايكل. ايه السايكل؟ انت السايكل ده اللي هو لفة كاملة، يعني اي حاجة سايكل دي معناها ان حاجة مشيت ورجعت لنفس النقطة ايه اللي بدأت عندها. طب الاشارة، ايه السايكل في الاشارة؟ السايكل في الاشارة، الاشارات عندنا عامة اي اشارة ضوئية انت لو ما بتيجي عندها بتبقى مثلا بتبقى بتتحول مثلا، بيبقى فيها 3 الوان، الاخضر وبعد كده الاخضر بيروح قالب الاصفر عشان العربيات اللي في التقاطع او كده تلحق تعدي، بعد كده بيروح قالب ايه الاحمر. طب ايه السايكل لينس بقى؟ السايكل لينس ده لو ان انا مثلا بادئ من اللون الاحمر من بداية من عند نهاية الاحمر، استنى ايه السايكل لينس ده بقى؟ التايم اللي هو مثلا من نهاية اللون الاحمر لحد ما تقلب اخضر، بعد كده تبقى اصفر، بعد كده تبقى احمر، وتوصل لنهاية اللون الايه الاحمر تاني، اللي هو السايكل كاملة. بمعنى يعني دي السايكل لينس. السايكل لينس هنا بدأت، ده الريد، بدأت ايه من نهاية الريد، بعد كده قلبت جرين، بعد كده يلو، بعد كده ريد، لحد ما وصلت لنهاية الريد تاني، دي سايكل كاملة اللي هو التدرج بتاع الألوان كامل. طب أنا هنا مثلا بدأت ايه السايكل بتاعتي؟ بدأت من عند بداية الريد مش نهايته. خلاص بدأت من بداية الريد، خلصت الريد، بعد كده رحت للجرين، بعد كده رحت لليلو، عند بداية الريد تاني، دي كده سايكل ايه لينس. عندي حاجة اسمها فيزز. ايه الفيزز دي؟ الفيزز دي مجموعة اتجاهات حركة انا بسمح بيها. بمعنى ده طريق فيه ادي اتجاه حركة، تاني التالت الرابع، ده طريق فيه 4 اتجاهات حركة. وليكن الطريق ده، هل انا ينفع اخلي العربية كلها تخش كله في بعضه؟ ما ينفعش، فبقسمها فيزز. انا هنا قلت ان فيز اي هي عبارة عن ان انا هسمح بالعربيات اللي جايه، العربيات اللي هي اللي طالعه لفوق واللي نازله تحت، اللي هو هسمح بالدايركت النورث والساوث. يعني انا هشغل النورث والساوث، النورث والساوث بس اللي هيشتغلوا. العربيات اللي جايه من الساوث هي هتدخل يمين هتكمل على طول، هي هتدخل شمال، والعربيات اللي جايه من النورث هي هتدخل يمين هتكمل على طول، هي هتدخل شمال. دي فيز ايه كده. انا عملت اول فيز. طب تاني فيز، خلاص دي انا عملت اول فيز وعملت لها اشارتها. طب خلاص خلصت المده بتاعت الاشاره، اروح قافل الاتجاه ده، مانع الحركه فيه ومانع الحركه فيه، واسمح بالاتجاه التاني، ده يبقى فيز بي. فيز بي بقى العربيات اللي جايه من الايست من الايست والويست، العربيات اللي جايه من الويست سواء ان هي تدخل يمين او تكمل على طول او هتدخل شمال، والعربيات اللي جايه من الايست سواء هتدخل يمين او تكمل على طول او هتدخل شمال، دي فيز تانية. بمعنى ان الفيز ده هو مجموعة حركات انا اللي بسمح بيها، انا اللي بمشي الطريق على مزاجي، انا اللي بسمح مجموعة الحركات اللي انا بسمح بيها في الوقت ده. بعد كده عندي حاجة اسمها interval. ايه الانترفال ده؟ any part of the cycle length during which the signal indicates do not change. ببساطة ان انت السايكل لينس ده الانترفال ده ان انت عندك ايه؟ عندك green interval، عندك yellow interval، عندك red interval، اللي هو فترة الجرين وفترة الليل وفترة الريد، كل واحدة فيهم التايم بتاعته. عندي حاجة اسمها critical lane volume، ده اللي هو maximum lane volume in a phase. بمعنى وليكن أنا في الإكزامبل اللي فات أنا قلت لك إن أنا هخلي فيز إيه مثلا، وهو كان الانترسكشن حاجة زي كده، وفيز إيه كنت سامح بالإيه بالنورث والإيه والساوث، وليكن دي كده كانت فيز إيه، ده الماكسيمم فوليوم اللي موجود في الفيز. بمعنى ان انا لو جاي من عندي من فوق 1000 عربية ومن تحت 500 عربية، وانا عايز اصمم القطاع ده، فبصممه على ايه؟ على 1000 عربية اللي موجودين ايه اللي جايين من فوق، اللي هو ايه اقصى عدد من العربيات الموجود في الفيز دي كده. ايه هصمم الفيز دي على 1000 عربية، واجي اشوف الفيز التاني عدد العربيات اللي فيها واصمم برضو ايه على الكبير. حتى لو ان انا مثلا كيس ان ده عندي الاتجاه ده 3 حارات مثلا،
وده 3 حارات، يعني 3 حارات جايين كده و3 حارات جايين كده، بشوف اقصى حارة الفوليوم اللي ماشي عليها كام، وده اللي انا ايه بصمم عليه. عندنا حاجة تانية اسمها باسنجر كار ايكويفالنت. ايه الباسنجر كار ايكويفالنت دي؟ تخيل كده، هو الفوليوم اللي هو بيبقى مديهولك ده بيبقى مديهولك ايه؟ بيبقى مديهولك الطبيعي بتاعه بيبقى مديهولك فيكل بير ايه؟ بير اور. الفيكل دي، هل الفيكل دي مش دي ممكن تكون باسنجر كار اللي هي العربية الملاكي العادية، او تراك او باص مثلا، او عربية نقل، او مش ممكن تكون كذا نوع؟ جميل. هل الافكت بتاع الاتوبيس مثلا الكبير زي الباسنجر كار؟ لا. طب انا عشان ادرس القطاع ده عايز يبقى كله نفس الحاجة، فقال لك خلاص ده فاكتور بيحول لك كل الفيكلز اللي موجودة عندك في القطاع بنحولها لايه؟ لعربيات ملاكي. يعني انا لو عندي مثلا 5 اتوبيسات والباسنجر كار ايكوفلنت مثلا ب2، يبقى 5 في 2 يبقى دول ايه؟ بيساووا 10 عربيات ملاكي، اللي هي ايه؟ 10 باسنجر ايه؟ 10 باسنجر كار. بعد كده عندي حاجه اسمها تيرنينج، بعد كده عندي حاجه اسمها تيرنينج موفمنت فاكتور. ايه تيرنينج موفمنت فاكتور ده؟ دلوقتي انا عندي لو انا عايز احول الفيكلز، العربيات اللي موجودة عندي في التقاطع ده، مش في جزء منها عربيات جزء جاي كده، في جزء مكمل على طول وجزء داخل يمين وجزء جاي شمال، ده لو ان انا عايز ان انا ادرس الموضوع بطريقة ابسط. قال لك ده فاكتور بيعمل ايه؟ بيقول لك بيحول لك الترافيك كله كأن كل الترافيك ماشي على طول. بمعنى ان هو مثلا لو ان هو مثلا بيقول لك ان العربيات اللي داخلة يمين الفاكتور بتاعها مثلا ب 1.4، والعربيات اللي داخله شمال الفاكتور بتاعها ب 1.6. فلما تضرب العربيات داخله يمين في 1.4 هتتحول كانها ماشيه على طول، والعربيات اللي داخله شمال لو ضربتها في 1.6 هتحول كانها ماشيه على طول. كده يبقى انت قدرت تحصل على التوتال فلو اللي ماشي ايه؟ على طول. فاقدر ادرس التقاطع ده ايه؟ بسهوله. ده وظيفه ايه؟ تيرنينج موفمنت فاكتور. بعد كده بنتكلم عن اليلو انترفال. مبدئيا هو انت اي طريق وانت داخل، ايه فايده اصلا الجزء اللي هو اليلو؟ انت الاشاره بتبقى خضراء، بعد كده بتروح قلبه صفراء، بعد كده بتقلب حمراء. ايه فايده ان هي قلبت صفراء؟ ده بيدينا ميزتين. اول ميزه ان العربيات اللي اوريدي كانت في التقاطع، اللي هي الفيكلز اللي اوريدي كانت في الانترسكشن، بديها وقت ان هي تقدر تعمل كروسنج وتخرج ايه بره التقاطع، بحيث التقاطع يبقى فاضي. دي اول ميزه. طب ايه تاني ميزه؟ تاني ميزة ان العربيات اللي جاية بتبقى عارفة ان خلاص ان الجرين تايم خلص، وان هي هتقلب احمر كمان حاجة بسيطة فيبتدي يقف. فبالتالي انت عن طريق اليلو انترفال، اليلو تايم ده، احنا بنقدر نحسب مسافة اكس نوت على بعد من التقاطع. المسافة دي اللي هو وليكن اللاين ده، اللاين ده اي حاجة بعديه كانوت ستوب، يعني دي خلاص ما تقدرش توقف لان دي تعتبر شبه دخلت جوه التقاطع، فدي تكمل على طول لانها هتلحق اليلو. لكن اي حاجة قبل اللاين ده كانوت جو، ان هو ده ما يقدرش ايه يعدي، لانه ايه مش هيلحق، وهو في التقاطع هيكون التقاطع ايه على بحر، فيفضل ان هو ايه كانوت جو. الدبليو ده عرض الطريق، والال ده اللي هو ايه اللينس ايه بتاع العربية نفسها. بعد كده عندنا تي مينيموم، دوت المينيموم يلو انترفال، ده بيساوي الدلتا اللي هو perception reaction time زائد W بلس ال L. W بلس ال L اتفقنا ان ال W ده عرض الطريق، وال L اللي هو اللينس بتاع العربية، على U نوت السرعة زائد ال U نوت على الاتنين، ال E اللي هو ال deceleration rate، في ال G اللي هو الجريد، في ال G اللي هو ايه ال deceleration ال gravitational acceleration اللي هي 9.81. بيقول لك for safety consideration ال yellow interval ده بيكون ايه ب 3 second، ودوت ايه دي المينيمم فاليو بتاعته. تعالى ناخد اكزامبل كده، بيقول لك determine the minimum yellow interval at a flat intersection whose width is 12 متر if the max. مبدئيا هو بيقول لك انت flat intersection فالجي دي بزيرو، مفيش جريد. whose width is 12 متر، ال width بتاعه، if the maximum allowable speed on this approach is 50 كيلومتر بالاور hour assume the average length of vehicle is 6 متر، اللينس بتاع الفيكل ب 6 متر، ال deceleration rate ب 0.27 g يعني 0.27 في 9.81، وال perception reaction time ب 1 second. احنا عايزين نحسب ايه ال minimum yellow interval. ال t minimum دي هتساوي ايه؟ هتساوي الدلتا ال perception reaction time اللي هو مضروب ب 1 second زائد
ال W بلس ال L، ال W معاك ب 12 وال L اللي هو اللينس بتاع العربية ب 6، على اليو نوت اللي هي ب 50، بس خد بالك ان دي 50 اي كيلومتر بير اور. ال 0.278 دي عشان اقدر احط الرقم ده، الايكويشن دي مبنية على ان اليو نوت دي متر بير سكند، فال 0.278 دي عشان اقدر احول من متر بير سكند لايه لكيلومتر بير اور، فضربت 50 في 0.278 وهنا 50 في 0.278 على الاثنين. الاي اللي هو الديسلريشن ريت هو هنا بيدوا لك ب 0.27 جي، ف 2 في 0.27 في جي 9.81، الكلام ده اداني 4.92 سكند. اتعود ان احنا بنقرب بنقرب دايما التي مينيموم دي، فهقربها نخليها ايه دي تبقى ايه 5 سكند. بعد كده السايكل لينس اللي احنا اتكلمنا عليها، احنا بناخد هنا طريقه عشان احدد ديترماين السايكل لينس، دي حاجه اسمها ويبستر ميثود. الويبستر ميثود دي خلينا نتخيل دي الاشاره اللي موجوده عندك وده التقاطع، بيبقى ده نهايه الاحمر فده جرين تايم، بعد كده يلو تايم، بعد كده انا بي ريد تايم. العربيات بتقدر تمشي في خلال الجرين تايم ده وجزء من اليلو تايم. خد بالك من حاجتين، عندك في البدايه في لوست تايم وفي هنا في النهايه لوست تايم. اللوست تايم في البدايه ده ايه سببه؟ ان العربيات هنا كانت واقفه فسرعتها صفر، فابتدت تتحرك فسرعتها بطيئه جدا، بنعتبرها قريبه للصفر في مسافه بتمشيها سرعتهم مثلا ب 5 10 بتبتدي تزيد، فده لوست تايم. وايه اللوست تايم اللي في النهايه؟ ان العربيات اللي خارجه من التقاطع، العربيات اللوست تايم اللي هو اللي في النهايه ده، ان العربيات دي خلاص هي شافت ان الاشاره بقت حمراء فبالتالي بتبتدي تهدي سرعتها، فده اللوست تايم في تهديه سرعتها. ما بين الاثنين دول في حاجه اسمها افكتيف جرين. يعني ايه افكتيف جرين؟ الافكتيف جرين ده الوقت الجرين، الوقت الحقيقي العربيات بتمشي بالسرعه القصوى ليها، اللي يعني العربيات ماشيه عادي ما فيش ولا متاثره باليلو ولا متاثره بتغير الالوان وان لسه اللون متغير. الساتوريشن فلو ده اقصى فلو بيبقى موجود في القطاع، ان الساتوريشن ده اللي هو التشبع، ان ده اقصى فلو بيبقى موجود في القطاع اللي موجود عندي. قال لك السايكل لينس ده، ان انا الويبستر ميثود دي، قال لك السي نوت ده اللي هو الاوبتيمم سايكل لينس بيساوي 1.5 ال بلس 5 على 1 ماينس سبمشن من الاي ايكوال 1 لفاي واي اي. مبدئيا السي او ده الاوبتيمم سايكل لينس، ال ال ده اللوست تايم بير ايه بير سايكل، ده السايكل الكامله قد ايه تايم فيها لوست تايم. اتفقنا اللوست تايم ده بنخسر وقتين، وقت عشان العربيات تبتدي تزود سرعتها، وقت عشان العربيات بتهدي سرعتها. الفاي دي نمبر اوف فيزز، يعني ايه نمبر اوف فيزز؟ هل الطريق ده انت ماشي 1 فيز ولا 2 فيز ولا كام فيز؟ يعني مثلا ده لو 2 فيزز هتبقى لحد الفاي ايكوال 2. الواي ده مجموع الفلو، الفوليوم ده السميشن بتاع الفوليوم بتاع الفلو للساتوريشن فلو. الساتوريشن فلو ده بنسميه الاس، والفوليوم اللي هو الفي، يعني ده يعتبر في اوفر اس. طب ده احسبه الواي ده ازاي؟ خلينا نتفق مثلا وليكن ادي ده طريق حاجه بالمنظر ده، وانا هيبقى عندي هنا في 1 وهنا مثلا في 2 وهنا في 3 وهنا في 4 حلو، والساتوريشن بتاع التقاطع ده مثلا كله الساتوريشن برقم، ف اس 1 برقم وده هنا مثلا هتبقى وليكن اس 2 وهنا اس 3 وهنا اس 4 حلو. ايه الواي ده؟ تعالى الواي ده السميشن بتاع الفي اوفر اس ده، بس ده باخده لكل فيز. بمعنى انا الطريق ده مثلا هشغله النورث والساوث هشغلهم كفيز خلاص. طب تعالى نمسك ايه خلاص، يبقى نيجي لفيز 1، تعالى نجيب الواي بتاعتها. الواي بتاعت فيز 1 دي، احنا لفيز 1 هيبقى عندي واين، واي 1 اللي هي بتساوي قصدي هيبقى عندي واين فيز 1 دي، مش انا عندي هنا في 2 اوفر اس 2 خلاص. الواي اللي هي بتاعت اول فيز دي هتساوي في 2 اوفر اس 2 او في 3 اوفر اس 3، الاكبر من دول دوت ايه هيديني ايه؟ هيديني واي 1. كده من الكلام ده اتفقنا ان الواي 1 في 2 على اس 2 وفي 3 على اس 3
الأكبر من دول ده هيساوي واي واحد، كده أنا جبت واي واحد، دي أول فيز. طب تاني فيز، تاني فيز واي اتنين، واي اتنين دي ده في واحد ومعاه اس واحد، وده في أربعة ومعاه اس أربعة. خلاص هنمسك يبقى في واحد على اس واحد وفي أربعة على اس أربعة، والأكبر من دول ده يعتبر إيه؟ واي اتنين. طب خلاص انا جبت واي واحد واي اتنين، الواي دي بقى اللي هي بتساوي واي واحد بلس واي ايه اتنين. طب ده لو تو فيزز. طب مثلا وليكن الطريق ده اربعة فيزز، خلاص هتبقى لو ده اربعة فيزز هتبقى الواي دي ايكوال، خلاص بقى امسك كل واحدة، هتبقى في واحد على اس واحد زائد في اتنين على اس اتنين زائد في تلاتة على اس تلاتة زائد في اربعة على ايه؟ على اس اربعة. خدتهم كلهم. بعد كده عندي lost time for each phase، ان انا عشان احدد التايم اللي انا بخسره في كل فيز ده بيساوي g sub ai plus ti minus g sub ai. بالراحة كده ال g دي g ال actual green time للفيز الاولانية مثلا، دي ال actual green time زائد ال yellow time. كده انا خدت ال green time زائد ال yellow time، ده التايم كله اللي هو مسموح العربيات تمشي فيه، ماينس الافكتيف جرين تايم للفيز دي. طب وعندي حاجه تانية اسمها توتال افكتيف جرين تايم. التوتال افكتيف جرين تايم للسايكل بقى كلها دي بتساوي ايه؟ دي بتساوي السايكل لينث ماينس التوتال لوست تايم، كل التايم اللي انا هخسره ايه في خلال السايكل. طب دي الافكتيف جرين تايم للايه؟ دي التوتال افكتيف جرين تايم. طب لو انا عايز اجيب الافكتيف جرين تايم للفيز نفسها لكل فيز، قال لك خلاص دي بتكون نسبة بالوايات، يعني الواي بتاعت الفيز على الواي التوتال في الايه تايمز التوتال افكتيف ايه جرين تايم. تعال ناخد اكزامبل بقى نلخص الكلام ده كله. بيقول لك the following figure shows the peak hour volumes for a major intersection on an expressway using Webster method determine suitable signal timing for the intersection using a four phase system. بيقول لك ان ده four phase، وفي داتا جيفن تحت يوز ا يلو انترفال ب 3 سكند اند اسيوم ذا توتال لوست تايم، مجموع التايم اللوست كله في السايكل هو 3 ونص في نمبر اوف فيزز اللي هم 4 هو مديهم لك. البيك اور فاكتور ب 0.95، الليفت تيرن فاكتور ب 1.4، الباسنجر كار ايكوفالنت للباصز والتراكس ب 1.6، والساتوريشن في لوب 2000 فيكل بير ايه بير لين، اقصى عدد من العربيات يمشي في لين و 2000 ايه فيكل بير لين. ودي given data ده الفوليومز اللي هو مديها لك لكل اتجاه، ودوت التراك برسنتج. بيقول لك ان الويست الاتجاه اللي هو الويست في 4% من العربيات هتمشي على طول، يعني ال 464 دي في 4% منها تراك، وال 464 اللي هي رايحة وبيقول لك هنا الويست ابروتش الثرو، كده خلصنا الثرو. والليفت اللي هو 222 دول في 4% منهم برضو دول ايه؟ دول تراكس. بالراحة كده أول حاجة احنا عايزين نحول الميكسد فلو ده لإيكويفلنت ستريت فلو. مبدئيا الديزاين ارلي فوليوم اللي هو مديهولك مثلا وليكن الرقم اللي هو اللي كان هنا ده، يعني كان هنا 464، 464 دي قسمتها على 0.95 على البيك اور فاكتور، هقسم كل رقم اللي موجود هنا ده على البيك اور فاكتور بحيث ان انا اطلع عددي عدد الفيكنز. عدد الفيكنز دي بتعبر عن ايه؟ ديزاين اورلي فوليوم. كده جبت الديزاين اورلي فوليوم لكل لين. جميل. طب هو قال لك ان قال لك ان الاتجاه الويست ده كان فيه منه جزء من العربيات عباره عن ايه؟ عباره عن تراكس. طب جميل، اللي هو عباره عن تراكس ده هنعمل فيه ايه؟ الجزء اللي هو اللي كان تراكس ده هنعمل فيه ايه؟ قال لك ال 488 فيكل ماينس هشيل منها التراكس، مش هم 4% منها تراكس، فقلت 4% في 488 كده شلت التراكس، زائد 0.04 في 488 دي التراكس، دول عدد دول عدد التراكس اللي موجودين في العربية الفيكلز دي كلها، ضربتها في 1.6 ده الفاكتور اللي هو الباسنجر كار ايكوفلنت. كده انا حولت ايه؟ حولت شوية التراكس دول العربيات، طرحتهم من الرقم اللي كان موجود الكلي وحولتهم لباسنجر كار. بعد كده الكلام ده اداني 499 فيكل، يبقى هنا 499 فيكل وهنا ايه 499 فيكل. كده
كده انت ايه، انا من خلال الحركة اللي انا عملتها دي خلاص حولت التراكس اللي هي كانت موجودة اللي ماشية في الاتجاه اللي على طول دي، حولتها لايه، حولتها لباسنجر كار. بقية الحاجات التانية دي ما كانش فيها تراكس، بس كل الفكرة ان انت تاخد ارقامهم تقسمه، يعني كل رقم اللي كان موجودين اللي كان عندي هنا دول، يعني مثلا 321 هتقسمها على ايه، على 0.95 اللي هو البيك اور فاكتور، هتديك 338 وكده، وتعمل بقى كل الكلام ده في الباقي. الباقي دول كلهم ما فيهمش تراكس، هو هنا كان بيقول لك ان التراكس مش موجوده غير في الويست، في الاتجاه اللي هو ثرو والاتجاه اللي هو ايه الليفت، وهتعمل نفس الكلام في الاتجاه اللي هو الليفت اللي رايح كده. اسيوم ذا فولوينج فيزنج سيستمز، انا فرض ان دي فيز اي وهنا فيز بي، هنا فيز سي وهنا فيز دي، دول الاربعه فيز الموجودين عندنا. في كل فيز وليكن فيز اي اللي هو ده وده وده، دول فيز ايه صح؟ هاخد الكريتيكال لين فوليوم اللي هو اكبر فوليوم، اكبر فوليوم هنا ب 499، فيز بي اللي هي دي اللي هو اكبر فوليوم 338، فيز سي اكبر فوليوم ب 115، فيز دي اكبر فوليوم ب 519، فخدت الكريتيكال لين فوليوم اكبر فوليوم في كل فيز منهم وخدت التوتال بتاعه. بعد كده التوتال لوست تايم، هو كان بيقول لك ان ده بيساوي 3.5 في النمبر اوف فيزز، 3.5 والنمبر اوف فيزز ب 4 ده كان 14 سكند. تعالى نعمل جدول جميل كده، ان انا فيز اي وفيز بي فيز سي فيز دي، كل فيز فيها 3 لينز وكل لين حطيت الفوليوم بتاعها، وده الساتوريشن فلو، وقال لك ان اقصى عدد من الفيكلز اللي بتبقى موجوده في اللين ب 2000. ابتدي بقى خدت ايه، هقسم الفوليوم على الساتوريشن اداني رقم، قسمت الفوليوم على الساتوريشن فلو اداني رقم، الفوليوم على الساتوريشن فلو اداني رقم، وعملت كده فيهم كلهم. طب بعد ما جبت قسمت كل فوليوم على الساتوريشن، اخد الرقم الكبير من التلاتة لينز، ده بيعبر لي عن الواي اي بتاعت ايه، بتاعت الفيز كده، الواي اي بتاعت اول فيز، الواي اي بتاعت تاني فيز، الواي اي بتاعت تالت فيز، الواي اي بتاعت رابع فيز. هعمل لدول سبميشن، دي سبميشن واي اي اللي ادتني اللي هو ده زائد ده زائد ده زائد ده، اداني سبميشن واي اي. تعال نحسب الاوبتيمم سايكل لينث، دي 1.4 ال اللي هو التوتال لوست تايم اللي انا جبته ب 14 سكند بلس 5 على 1 ماينس سبميشن الواي اي اللي انا جبته ايه ب 0.74، الكلام ده اداني 100 سكند. بعد كده عايز احسب التوتال افكتيف جرين تايم، هو بيساوي السايكل لينث ماينس اللوست تايم، اداني 86 سكند. بعد كده تعال نجيب الافكتيف تايم لكل فيز، احنا كنا متفقين ان الافكتيف تايم لكل فيز ده، لكل فيز من الفيزز الموجودة عندي بنوزعها بنسبة الواي، نسبة الواي بتاعت الفيز على التوتال واي في الايه، في التوتال افكتيف جرين تايم. ده اللي انا عملته، ده من خلال الكلام ده بحسب السي سب اي اي. طب دي المفروض الجي سب اي اي، انت عشان تجيب الافكتيف تايم بتاع كل فيز المفروض محتاج G sub EI plus ال L اللي هو ال plus ال L اللي هو ال lost time minus ال L ال T sub I دوت اللي هو ايه ال yellow time. تعالى G sub E دي G الأول فيز، دي هتساوي G sub EI، G sub EI هتساوي ال Y بتاعت أول فيز اللي هي 0.25، جبتها منين؟ أدي Y أول فيز على ال Y التوتال 0.25 على 0.74 في ال 86 سكند اللي هو التوتال ايه؟ افكتيف جرين تايم. طب ضربتهم في بعض زائد ال 3.5، طب ايه ال 3.5 دي؟ دي اللوست تايم اللي موجود للفيز دي. طب ده جبته منين ال 3.5؟ هو بيقول لك ان اللوست تايم 3.5 في النمبر اوف فيزز، كل فيز في 3.5 سكند باين منها، فقلت بلس 3.5 سكند اللي هو اللوست تايم بتاع الفيز ماينس 3 دوت ايه؟ اليلو تايم. اليلو تايم ده جبته منين؟ هتلاقي جيفن ليك في السؤال، نرجع في السؤال، او اليلو انترفال ب3 ايه سكند ماينس 3 سكند، الكلام ده اداني ايه 30 سكند. وهتعمل الكلام ده لايه، لكل واحده منهم، ده كده بتجيب الايه، ده الاكشوال جرين تايم لكل ايه في ده كده هيطلع لي ايه، هيطلع لي الجرين تايم لكل فيز من الفيزز. خد بالك ان الفرق ما بين التوتال افكتيف جرين تايم، ده التوتال افكتيف جرين تايم للسايكل كلها اللي هو ب 86 سكند. طب لو ان انا عايزه لكل فيز، يعني دي المفروض الجي دي جي سب اي اي يعني الجرين تايم، بس ده بتاع كل سايكل كل فيز، فبقسمها بالوايات، الواي بتاعت الفيز على الواي التوتال في ال 86. كده انا عرفت الفيز دي
هتاخد قد ايه من توتال افكتيف جرين تايم اللي هو 86. فلذلك انت هنا لما جيت دي جي سب اي اي بلس ال اي ده اللوست تايم اللي موجود جوه الفيز ماينس التي ده اللي هو اليلوي تايم. خلاص وعوضت بالكلام ده كده انت جبت ايه الجرين تايم لكل فيز ايه من الاربع فيزز الموجودين عندك. وشكرا جدا لاستماعك.